فيها شيء عادي راح اعرض لك الصوره مساومه وش رايك؟ والله هو كان في شخص وتسهل الله يستر عليه عادي كان في صفه؟ اي لا دامت اروح الله يستر عليه خوي هو بغض النظر انت تقول عفويات عادي صفه اي ما فيها شيء يعني انا فيني صفات سيئه كثير اي عادي عادي حلو. يمكن الناس تشوفها ايجابيه لكن انا بتعامله معي ممكن اني اشوفها مي زينه يعني من الشخص وش الصفه؟ عادي من اللي راح اي عادي لان هو الموضوع بس توضيحا يعني ما في سهل سعد الشهري هذا صدق انت قبل شوي تقول طلع في قلت لي تبي من الناس الموجودين طيب حلو اقول له ايه مقالبه اللي مثل وجهه والله اني احبه اني احبه اكيد يعني والله اني احب هالفره قسم بالله الفره هذه والله اني احبها يعني مع اني المقال مرات يخاف على نخاف عليه يعني بالمقالب وهذا اللي يزعلنا مرات بس والله اني احبه يعني الله يديم المحبه سيئه لاني انا احبه احبك الله انا اقول ارتس عليهم بالمقالب على قولتك لا توقف حطوا له صوره مشعل على الشاشه يا يمه دي قال عندك شمه يو